السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: لماذا تحارب حكومات الاحتلال ضباط العراق المهنيين؟ مشاهدينا يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. تعمدت حكومات ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003 إلى إقصاء الضباط العراقيين الأكفاء من وزارتي الداخلية والدفاع، في خطوة عدها مراقبون أنها تهدف إلى إضعاف دور المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية الرصينة في سبيل استبدالها بالميليشيات والضباط الولائيين أو المنتمين إلى أحزاب ضمن ما يعرف بضباط الدمج. ويرى كثيرون أن هذه الخطوة قادت إلى بسط نفوذ الميليشيات وجعلها قوة أقوى من الدولة. في نفس الوقت تعرض ضباط عراقيون كثر إلى التصفية الجسدية أو الفصل من الخدمة وحرمان بعضهم من الحصول على حقوقهم نظير الخدمة التي أدوها ضمن المؤسسات الأمنية العراقية. وهنا نتساءل، لماذا أقدمت حكومات الاحتلال على إقصاء الضباط العراقيين الأكفاء؟ وما سبب استهداف الضباط العراقيين بالسلاح أو بتجيير القوانين التي تشرعها حكومات بغداد ضدهم؟ وكيف يقيم المواطن العراقي دور وزارتي الداخلية والدفاع بعد 20 عاما على الاحتلال؟ وهل محاربة الضباط الأكفاء له دور في انهيار الوضع الأمني العراقي؟ هذه الأسئلة وغيرها بإمكان حضراتكم المشاركة للإجابة عليها وإبداء رأيكم بدور المؤسسات الأمنية العراقية بعد 2003، وهل كانت تخدم المواطن العراقي وتحافظ على أمن واستقرار البلد، أم تخدم العملية السياسية وتحافظ على استقرار وبقاء الأحزاب الحاكمة بعد 2003؟ وأيضا كيف تتابعون الحملة الممنهجة التي استمرت منذ 2003 لغاية هذه اللحظة بشأن استهداف الضباط العراقيين من وزارتي الدفاع والداخلية الذين يعتبرون من الضباط المهنيين الأكفاء؟ طيب الآن مشاهدينا الكرام معنا السيد أبو أحمد من بغداد، تفضل يا أبو أحمد. أبو أحمد من بغداد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. يا مرحبا أبو أحمد. اللي تم إبلاغي به حضرتك رائد في وزارة الداخلية، رائد سابق. نعم. ضابط سابق. طيب أريد أفهم من حضرتك لماذا تم استبعاد حضرتك وأيضا ضباط عراقيين آخرين من وزارة الداخلية؟ ما المشكلة التي واجهتكم ولماذا تم إبعادكم؟ تحياتي إلى جنابك وتحياتي إلى الكادر والمخرج والمعد، حياك الله. الحقيقة إحنا اليوم نريد نبسط الأمور ونشرحها للرأي العام. تفضل. بعيد عن المدايدات وبعيد عن المحاباة وبعيد عن إرضاء هذا الطرف على ذاك الطرف. نعم. لكن حتى يكون الحديث مبسط وممنهج وتوصل الفكرة إلى الرأي العام بشكل واضح، بعيد عن الإساءة إلى الأشخاص وإلى الجهات بقدر ما هو حق. نعم. يعني أكو أمور تستوجب وضع المستمع أو المشاهد الكريم أو الرأي العام بهذه الأمور. نعم. ولذلك أنا سأقول بأمور قانونية وإدارية بحتة، بعيد عن الجانب السياسي وبعيد عن خلط الأوراق وخلط الأمور. أحياناً يجيك متحدث أو متصل أو شخص يخلط الأمور ويعني يبخس حق الناس. نعم. وإحنا طبعاً هذا مريد بقدر ما أريد أنه نوضح الحقيقة للرأي العام. طيب تفضل سيد أبو أحمد، أريد أسمع من حضرتك التفاصيل. نعم. أنا حتى جنابك لي أنا بلغتكم أنا شوية مريض وبالمستشفى وبلغت الإدارة، بس كان الله بالعون الموعد اللي بيناتنا. نعم. الآن حتى أوضح هاي الأمور إلى الرأي العام. أولاً بعد 2003 بعد الاحتلال البريطاني الأمريكي اللعين إلى عراقنا العزيز،
اخلاق الحضاره والكرامه والشرف والعز والمجد وكل ما يحمل بصفات العراق. العراق هو مهد الحضاره والقانون ومهد الاخلاق والمحبه والتسامح. سيد ابو احمد، بس ارجو 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 المعذره على المقاطعه، ارجو من حضرتك تدخل بالتفاصيل بالموضوع حتى نفهم شنو المشكله. حقي ان اوضح، يعني اوضح لازم مقدمه. ماكو قضيه منفصله عن الاساسيات. احنا بعد 2003 اتخذ الحاكم الامريكي اللعين بريمر قرارات، اولها وحل المؤسسات الامنيه لوزاره الدفاع والداخليه، اي حل القوات المسلحه، وهذا طبعا بقرار من قبل الاداره الاسرائيليه معاقبة لتاريخ العراق ومجد العراق وجيش العراق وشرطة العراق. وأيضا اتخذ الحاكم الأمريكي قرار آخر ثاني، وهو أنه استفاد البعث. طبعا ضمن القرارين ألقت كاهلها علما على المؤسسات الأمنية، وأصبح هناك فراغ في مجال حل القوات المسلحة والأمنية. والآن إحنا نقول أنه بعد من 2003 20 عام لا زالت بعض السلبيات وبعض الأفكار اللي ما غادرتها للأسف النظام الموجود في العراق. إحنا الحقيقة موضوع الضباط يعني يتكون من 14 فقرة، و14 فقره كل فقره يحتاج لها اكثر من نصف ساعه اتحدث عنها. انا طيب قلت خلينا نبدا واحده واحده. سيد ابو احمد، اولا حضرتك بس اسمح لي عفوا، حضرتك ضابط من الضباط المبعدين من وزاره الداخليه بعد 2003، صحيح هذا الكلام؟ اي نعم. راح اجيب شنو سبب الابعاد؟ الاجتثاث بعد يعني ما صدر القرار الحاكم الامريكي موضوع وشكلوا هيئه يسموها هيئه اجتثاث البعث. طبعا هم للاسف انا تحدثت في اكثر من بمبر وفي اكثر من اعلام، انا اطلع على القنوات الاعلاميه بالعراق واتحدث بشكل صريح. قلت يا اخوان يا ساده يا مسؤولين يا كرام السلطه التشريعيه والتنفيذيه، ترى انتم الان ما اشتتيتوا فكر البعث، انتم اشتتيتوا ارزاق الناس. قضيه ارزاق الناس خط احمر. احنا اكو هناك تجارب عديده طبق تجربه العراق، هم اسسوا النظام الديمقراطي. النظام الديمقراطي يفترض انه هم يعني عملوا على اجتثاث الفكر، لا هم اشتتوا ارزاق الناس، خلوا الناس بالشارع بدون مصدر رزق منذ 20 عام. ونقطة مهمة أنه قضية الاجتثاث وقضية الإخفاء لم تكن بشكل عادل، وإنما كانت هناك انتقائية، يعني أكو ناس كانوا بالنظام السابق كضباط أعيدوا إلى الخدمة، وهناك ناس لم يتم إعادتهم للخدمة حتى هذا يعني القانون. بس جزئية سيد أبو أحمد أريد أفهمها من حضرتك، يعني أنت تريد توصل فكرة أنه أنتوا ضباط لكن بنفس الوقت كنتم منتمين الى حزب البعث، هل الانتماء كان انتماء اختياريا ام فرض عليكم وبالتالي انت دا تسال انا ليش احاسب على انتماء فرض علي؟ لو انت كان باختيارك هذا الانتماء، لو شنو الفكره اللي تريد تربطها بشان وظيفتك كضابط وحزب البعث؟ شوف اخي، احنا ذاك اليوم استاذ رزباق قاضي محكمة الجنايات العراقية طلع بالقنوات الإعلامية، يعني في إحدى القنوات قال الاجتثاث قضية غير أخلاقية. طيب يعني مواليد كل نظام بيشتكي النظام اللي بعده، هذا طبعا مو صحيح. هذه المسألة قد يفرقون، انه العسكري والضابط عندما كان في المخابرات سابقا او بالأمن العامة او الاستخبارات هو كان القضية إجبارية بموجب قرعة، من تتخرج الدورات بالكلية العسكرية وكلية الشرطة تجرى قرعة ينسبون 50-100 ضابط من كل وزارة تتخرج إلى هذه الدوائر الأمنية. ما معقولة أنه من يصير قرعة أنه الضابط الفلاني المتخرج حديثا أنه أن يرفض أن يكون
في هذا الجهاز الأمني. فهم هاي القضية ما فهموها. يعني عندك مثلا دورة 52 دورة 53 كلية شرطة، دورة 52 بال2001 خرجت. يعني ذولا ما وصل لا مدير شعبة بالأمن ولا مدير قسم بالمخابرات، هو راح وبقى بعد 2003 هو ملازم. زين أنا من أشخاص ملازم وهو خدمته سنتين، هل هو هذا واقع؟ هل هذا هو صحيح؟ لا. طبعا دورة 53 حصلوا على استثناء عام 2010 ولكن لم يتم تطبيق إجراءات الاستثناء، لا زال بعض الضباط من دورة 53 قوة الشرطة لا زالوا انه يعانون من موضوع الإعادة الى الوظيفة. أنا اركز طبعا بعد بعد ما شكلوا هيئة اشتفاف البعث بعد 2003 نقول انه بال 2008 لغوا اشتفاف البعث. هيئة اشتفاف البعث شكلوا هيئة يسموها هيئة المساءلة والعدالة وعام 2008، وبالتالي أقصوا صار أكثر حدة وأكثر يعني إجرام. طيب ليش برأيك صارت أكو انتقائية خاصة بعد تحويل قانون اجتثاث البعث إلى المساءلة والعدالة؟ ليش صارت أكو انتقائية بمحاسبة من كانوا ينتمون إلى حزب البعث أو من كانوا يحسبون على النظام السابق أو من كان ضمن الأجهزة الأمنية في النظام السابق؟ تفضلت وقلت بأنه أكو انتقائية. ليش نشوف اليوم أكو أحزاب، أكو نواب، أكو حتى ضباط كانوا ضمن نفس الأجهزة وكانوا أيضا ضمن حزب البعث لكن لم يشملهم هذا الاجتثاث؟ شنو التفسير برأيك؟ والله يا أخي إحنا نقول طبعاً هاني رجل لاعب بالبرلمان لا قاعد وياهم ولا بس أني كنت دائماً من التقوية المسؤولين أسأل سؤال أقول قانون هيئة المساءلة والعدالة عام 2008 ليش أنتوا طبقتوه بالعراق وأقليم كردستان المنطقة الكردية ما نفذت قرارات اجتثاث البعث ولا نفذت قانون هيئة المساءلة والعدالة؟ فهذا معناها هاي تخضع إلى الآراء وإلى الأمور السياسية وإلى التجاذبات. بالدليل الآن هم دا يناقشون الموازنة كل واحد يريد أنه حصة بالموضوع. هاي قضية التجاذبات السياسية وقضية الخلافات بين هذه الأطراف ألقت بكاهلها على المواطن. طيب أجي وياك إلى جزئية سيد أبو أحمد تتعلق بالضباط حصرا بعيدا الآن عن موضوع حزب البعث. إحنا اليوم حلقتنا نركز بيها على إقصاء الضباط العراقيين من الخدمة، الضباط في الجيش السابق أو في وزارة الداخلية قبل الاحتلال، والآن شكل المنظومة الأمنية والعسكرية بالعراق بعد 2003. أريد نسأل أنه برأيك هل عملية إقصاء الضباط من وزارتي الدفاع والداخلية قبل 2003 هي كانت مقصودة بهدف تدمير المؤسستين الأمنية والعسكرية بالعراق وتغيير شكلها ومضمونها كذلك؟ أنا أستاذ العزيز أنت إذا لاحظت بداية حديثي قلت الحاكم الأمريكي اتخذ قرار بتدمير المؤسسة الأمنية وكانت القضية مقصودة وألقت كاهلها على أمن واستقرار وسمعة القوات المسلحة والقوات الأمنية. لكن إحنا نقول اليوم الله سبحانه وتعالى في كتاب الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة أخرى. يعني اليوم أنا كنت جزء من النظام السابق لنفترض أو ذاك كان جزء من النظام السابق. أنت اليوم تعاقب عائلة تقطع رزقها لأنه كان رب الأسرة جزء من النظام السابق. يا أخي النظام السابق خلينا نحكيها صراحة أنا لا أرد أرضي القناة ولا أرضي الطبقة السياسية الآن. أنا اليوم ما أريد أعمق الخلاف وأعمق المشكلة لإخواني الضباط. أنا اليوم هدفي أنه أنا تتعلق بقضيتين، أولا أنه أنا عراقي وحسب ما جاء بالدستور مالهم المادة 14 و15 أنه العراقيين متساويين بالحقوق والواجبات. أنت ما من حقك تشيلني من هاي الدائرة وتذبني على الطريق وتخليني أنا بدون مصدر رزق. موجة نقول اليوم ولا تزر وازرة وزرة أخرى. فيفترض أنه ما تتعاقب العائلة بجريرة شخص واحد. قطع أرزاق الناس هذه خط أحمر ما يصير. قطع أرزاق الناس معناها تعمق الخلافات والمشاكل
معناها أنه العراق ما يمشي على طريق التسامح طيب. والوئام والمحبة. سيد احنا نريد أنه حتى نعم سيد أبو أحمد، ذكرت بالنقاط اللي أرسلتها للتواصل معنا نقطة تتعلق بأوامر طرد وفصل بسبب سياقات عدنان الأسدي وكيل وزارة الداخلية الأسبق، شنو الإجراءات اللي كانت متخذة ضدكم؟ والله احنا طبعا يعني المتحدث انا ما لي علاقه، ذكرت انا ما لي ارضي لا ارضي القناه ولا ارضي اي سياسي. انا طرف حيادي يا ابو احمد، انت ما راح ترضينا ولا تضايقنا. لا لا حتى اكون صريح، انا نعم. رجل صريح فضل. انا اقول يعني انه يعني الفتره واحنا ما عندنا تربيه واخلاق ومؤدبين والعشائر، الان اللي هو بذمه الله سبحانه وتعالى نقول الله يرحمه حتى اذا كان يعني على غير طريق، لكن نقول انه هذا الرجل من وكاله الوزاره للداخليه لم يصل منصف بالتعامل مع هذا الموضوع، وبالتالي تم اقصاء خيره الضباط من كل المستويات والتشكيلات وبشكل انتقائي، وهناك اخطاء اداريه من ضمن الاخطاء الاداريه اللي عاشتها وزاره الداخليه ذيك الفتره، انه الضابط ما يفصل الا بامر من القائد العام للقوات المسلحه او بقرار من المحكمه. هذا الموضوع ما يصير انه ضابط يطرد بامر وكيل وزير ولا بامر وزير الداخليه، جوز وزير الداخليه يرفع توصية، بس ما من حق سيد الوكيل او سيد مدير العام او فلان ان يطرد ضابط الا بقرار من محكمه وبقضيه امر من القائد العام للقوات المسلحه. هذا الموضوع مو هسه، هذا الموضوع من عهد الدوله الملكيه، يعني مو وليد اليوم. انا ما يصير اني افرغ الوزاره من خيره من خيره الخبرات من خيره الخبرات الو وياك يا ابو احمد من خيره الخبرات الامنيه والاداريه افرغ الوزاره. الان البلد يحتاج الى مؤسسه امنيه محايده، او حتى اني راح اقول لك يعني هذا الموضوع من 2007 عانت هذه الشريحة من الضباط سواء على مستوى الدفاع وعلى الداخلية. احنا ما عندنا مشكلة مع احد، ما مختلفين ويا الطبقة السياسية لا بالصناعة ولا بالزراعة ولا بالتجارة. احنا نقول ابناء هذا البلد احنا الضابط هو مسير وليس مخير، لازم يفهمون هذه النقطة. انا الان من خدمت 4 سنوات 3 سنوات بالكلية وقبل 12 سنة ابتدائية وإعدادية ومتوسطة وأجي أخدم زمن النظام السابق لمدة سنة أو سنتين ويصير الاحتلال ويشيلني وذبني بالطريق وعائلتي تتبهدل، هذا أمر يعني هذا طيب. أمر إجرام. أرجع لك بعد شوية سيد أبو أحمد من بغداد إذا تسمح لي، ويانا الآن السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. تحياتي لك أستاذ محمد المحترم وتحياتي للقناة وجميع السادة المشاهدين الكرام. حياك الله أستاذ محمد. إحنا نعرف إنه العراق كان أو كل الدول العربية أو كل العالم إنه هو أساس الدولة، بناء الدولة هم الجيش والقوات الأمنية وكل ما يدور بوزارة الدفاع اللي هاي إنه يشكل وطن، يشكل من عندها يعني رئيس وزراء، يشكل من عندها وزراء، يشكل كل الوزارات بوجود هاي المؤسسة العسكرية. هاي المؤسسة العسكرية هي تحمي البلد وهي تحمي مواطنيها، هي تحمي الخارج، هي تحمي الداخل. لكن للأسف بعد 2003 صارت المؤسسة العسكرية يعني مع احترامات القوات الأمنية والجيش العراقي لا معنى لها في الوجود، إنه أصبحت مؤسسات يعني نقدر نقول تحمي اوقاتها في اوقات اللي هم يزورها سلطه الاحزاب. الان اصبحت عندنا قيادات وميليشيات زعماء اللي قبل 2003 كان لهم دور انه يدخلون للعراق ويدمرون الجيش العراقي ويحاربون القوات الامنيه، فنجحت هاي المجاميع بقيادات منظمه بدر، قيادات حزب الدعوه، كل هاي الاحزاب نجحت على تدمير الجيش العراقي والمؤسسه العسكريه باشراف امريكا وباشراف برايمال اللي هم دمروا العراقيين، لانه لو كان عندنا جيش ومؤسسه قويه وحمايه هذا الوطن ما وصل عندنا انه صار الحشد اقوى من المؤسسات الامنيه واولى من عندها. اصبحت عندنا يعني كثير من جيش هذا الوقت احنا نعرف مجازر اللي صارت ظاهرات
متجر جسر الزيتون، وكثير عندنا من المجازر اللي ارتكبها جميل الشمري. ليش ما حاسبت القوات الامنيه او قوات هاي وزاره الدفاع او مؤسسه الداخليه، ليش ما حاسبت هذا الرائد على جرائمه؟ ليش ما حاسبت على قتله؟ طيب هو ابناء الشعب العراقي من طلعوا رادوا وطن، رادوا انه سيادي يعيشون، كيف انه قتلت اكثر من 60 نفر و60 اكثر من 120 جريح؟ يعني قتلتهم بدون محاسبه لا قضاء ولا سيد ابو عمر. انت يعني تعتقد بانه متعمد اقصاء واستهداف الضباط العراقيين الاكفاء من وزارتي الداخليه والدفاع لكي يسوء الوضع الامني في العراق، ولكي تكون المؤسسات الأمنية والعسكرية مخترقة وولائية وقياداتها تابعة إلى أحزاب أو تأتمر بأوامر أو ذات عقيدة بعيدة عن عقيدة الحفاظ على الوطن والشعب؟ أكيد أستاذ محمد، طول هيك ميليشيات وهيك نهب الأموال الدولة ونهب خيرات البلد، ويعني دمروا الصناعة ودمروا الصناعة، ما يريدون أن يكونون عندنا ضباط قادة وكفاء أن يحمون هاي هذا البلد ويتعرضون أمام هذه الميليشيات وأمام هاي الأحزاب الفاسدة، فيكون دور الميليشيات أقوى من سلطة الأحزاب، لأن عندنا ضباط دمج موجودين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، كل هذول الضباط الدمج اللي رادين منظمة بدر وحزب الدعوة اللي هم إشراف عليهم من قيادات زعماء ميليشيات. فالضابط يعني نقدر نقول المخلص الوطني والشعبه ما يريد يحاربوه، صارت عندنا اكثر يعني من ضباط يعني دخلوا للعراق يعني موجودين بالحدود من دخلت هاي الشيخ اللي بيبيع المخدرات، يعني حاسبوه هذا الضابط الرائد هو كان مخلص وجدا بعمله، فقوات الامنيه كانت مخلصه بواجبها انه تحاسب هذا الشخص. للأسف هاي الأحزاب حاربت هذا الرائد ونالت طيب. به من مكان لمكان نقلته، هذا ضابط كفوء المفروض يتكرم ويتحارب. يعني وصلت الفكرة يا أبو عمر، أن أشكر حضرتك للمشاركة. الرائد أبو أحمد من بغداد، أرجع لك، يعني بس أريد أفهم نقطة منك أنت، سبب الشكوى أو سبب المداخلة أو رغبتك بإيصال مشكلتكم أنتم الفئة المبعدة أو المقصات من الضباط، هي رغبتكم بالعودة للمشاركة بالنظام الأمني أو بالمؤسسة الأمنية في وزارة الداخلية، أم مطالباتكم بالحصول على تقاعد، أم ما هي يعني ما هي الشكوى، ما هي الرسالة التي تريد أن توصلها؟ السلام عليكم مرة أخرى. عليكم السلام. وأشكر الأخ اللي داخل بالموضوع حتى يكون كلامنا هادئ. نعم. هادئ في جو بمداخلات. تفضل. حتى أنا يعني الحقيقة أقول إنه إحنا نريد نخدم البلد. نخدم البلد بسياقات قانونية وتربوية وإدارية صحيحة. وأنا قلت الضابط هو مسير وليس مخير. ونقطة أخرى للأمانة، وهاي طبعا أنت شو عندكم الأمانة الصحفية والإعلامية؟ أنا غلطان. تفضل. نعم. أنا أقول أستاذ العزيز، بعض الأمور بعد استلام السيد السوداني الحكومة ومجيء السيد عبد الأمير الشمري تم إعادة بعض الضباط تباعه. طيب. وطبعا هذا شيء يسجل موقف يعني طيب لهم، لكن بقت أعداد كبيرة من الضباط تعاني من قضية عدم الإعادة بسبب قضايا يعني المثالة والعدالة. طيب، بعيدا عن جزئية الإعادة من عدمها، السؤال لحضرتك ولكل من هم شاركوا في المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية، هل تتقبل فكرة أن تقاد من قبل قيادات عليا تأمرك بأوامر منافية للعقيدة العسكرية والأمنية، منافية للأخلاق العسكرية والأمنية؟ هل عندك استعداد أنه يأتيك قيادي ميليشياوي يفرض كلمته وسطوته عليك كضابط في وزارة الداخلية؟ لا، احنا هذا الموضوع طبعا احنا نقاطع فيه، ما نقبل، احتراما لتاريخنا، احتراما لهيبتنا، احتراما الى عوائلنا، وعشائرنا، لكن للامانه يعني لانه بكفاية امانه صحفيه، انت عندك واعلامي وانا عندي امانه لازم اتكلم بها. تفضل. سابقا من 2007 لل 2018 كانت الامور تدار باخطاء اداريه وبظلم مقصود. وعانينا ما عانينا من موضوع انه الظلم لهذه الشريحه من الضباط.
ولكن بدت الامور نوعا ما تتحسن، تحسنت بعد استلام السيد السوداني وبعد استلام السيد عبد الامير الشمري وزير الدفاع. هناك ناس بتعمل، يجوز انتم بعيدين عنها، لكن للامانه والله سبحانه وتعالى فوقايا هناك امور اختلفت عما فتره المرحوم السيد عدنان الاسدي. سيد ابو احمد، عندي نقطه اريد اسالك بيها، انه اليوم نرجع ونقول، هل انت مشكلتك انه انت ابعدت فقط من الخدمه، لكن ما عندك مشكله انه تخدم في مؤسسه امنيه تقول قبل شويه انه انا اعترض وما اتقبل انه يامرني ميليشياوي او يفرض كلمته ورايه علي انا ضابط في وزاره الداخليه، لكن واقع الحال حيقول مثل ما تفضلت، انت مسير ولست مخير ان عدت الى المؤسسه الامنيه او العسكريه. بمعنى انه اليوم اذا يجيك ضابط دمج او اذا يجيك احد القيادات العسكريه او الامنيه اللي تابعه الى احزاب، اذا امرك بقتل متظاهرين انت ستنفذ لانك مسير ولست مخير. احنا الحمد لله والشكر، هذه فتره اللي جاء لي جنابك تتكلم عنها، لكننا بعيدين عن الوظيفه. واحنا المتحدث اني واخرين كنا جزء من ساحات الاحتجاج والانتفاضه عام 2019 للعلم حتى اقول لك. واحنا ما نؤمن وندين اي عمليه اعتداء واي عمليه خطف واي عمليه اهانه لاي مواطن عراقي. احنا طبعا نقول يجب ان تطبق العداله بشكل كامل وصريح وواضح، اما باعاده الجميع دون استثناء، هذا من المنصف وهذا من كربلاء، هذا من الناصريه وهذا من بغداد، لا، العراقي هو عراقي. خط الشروع يبدا بالحقوق والواجبات اللي وضع دستورهم البائس اللي حطه النظام الامريكي وبريمر اللي هم شكلوا لجنه الدستور. ما عندك مشكله تخدم في وزاره الداخليه وتتعرض الى ما تعرض له أو ما تعرضت له الشرطة الاتحادية في منطقة البعيثة باعتداء مسلح من قبل ميليشيا حزب الله بإطلاق الرصاص المباشر وقامت بإصابة عنصرين من الشرطة؟ يعني أنا حقيقة يعني أبو أحمد أنا مقدر ومتفهم أن أنتم تعرضتم إلى ظلم بإبعادكم من مكان رزقكم، تمام؟ لكن هل من المنطق أن أعود أو أرغب بالمشاركة في حكومة أو في منظومة أمنية ضعيفة ومخترقة وفاسدة بهذه الطريقة؟ وهذا الكلام ليس كلامي وليس كلام قناة الرافدين، هذه التقارير دولية تتحدث عن مدى ضعف وهشاشة المنظومة الأمنية العراقية بعد 2003 اللي اخترقت من الأحزاب واخترقت من الضباط الدمج والولائيين. يعني ضابط برتبة عقيد يبوس إيد مقتدى الصدر لما دخل للمنطقة الخضراء، أو برتبة لواء أو عميد. يعني في أي دولة في العالم تشوف المؤسسة الأمنية أو العسكرية ترضخ وتخضع لقيادات ميليشياوية؟ ترضى على نفسك يا أبو أحمد أنت وبقية الضباط المبعدين أن تخدموا في بلد منهار أمنيا ومليء بالميليشيات ومليء بالولاءات وما عندكم قيادة مركزية؟ الأفضل إذا على هذا الطرح ماتك هو الحق، هو الحد الأدنى، إنه حتى ما كنت جزء من العمليه اللي انت جنابك وصفتها، نقول انه احنا نروح للتقاعد، كافي، احنا خدمنا، احنا رجعنا. حتى اكون صريح وواضح، قد يعني يمكن انت حتقول هذا الرجل صريح، انا بعد 2003 رجعت لقضيتي، اخدم وطني، هذا وطني، وطن ابائي واجدادي، وارجع لانه انا محتاج الوظيفه كعائله ما عندي. تعرف اليوم الضابط ما يعرف لا يشتغل بالكهرباء ولا بالزراعة ولا بالصناعة، هو رجل قانون ورجل إدارة. أنا بعد 2003، لكن مع الأسف الشديد قابل عودتنا إلى الوظيفة بمزيد من الإقصاء والتهميش والطرد وبمسائل كثيرة. أما يعني أنه هذا الوضع كان هو سائد من 2000، خلينا نقول من 2006 إلى 2018، لكن بالأمانة وأنا أقولها يعني وهي قضية أخلاقية، حكومة السيد السوداني ومجيء السيد عبد الأمير الشمل لوزير الداخلية، لا أمانة الله، وهذه مسؤولية أمام رب العالمين، ما صاحب حظ وبخت، أقول لا، بدأت المؤسسة الأمنية تتطور بشكل أفضل من السابق.
نريد نشوف او نعرف من حضرتك، بما انه انت ترى بعينك انه هناك تطور ايجابي، ما هي ملامح او معالم هذا التطور الايجابي في المنظومتين الامنيه والعسكريه؟ وحنعطيك امثله بسيطه. المخدرات التي ملأت العراق دخلت إلى العراق عن طريق الحدود اللي المفروض تحميها المؤسسة العسكرية، وانتشارها وتفشيها في العراق تم أمام أنظار المؤسسة الأمنية اللي هي وزارة الداخلية. النزاعات العشائرية، انتشار الميليشيات واستعراضها في شوارع بغداد ومحافظات عراقية أخرى، فرق الموت والاغتيالات والخطف والقتل اللي انتشرت أمام أعين وأنظار وزارة الداخلية، وكم من حادث وانتهاك واختراق أمني حصل أمام أعين المنتسبين في وزارة الداخلية. وأرجع وأقول أنه المثال اللي حصل في زمن محمد الشيع السوداني مثال بسيط، وهو قضية الاشتباك اللي حصل في منطقة البعيثة، اللي حتى لم تجرؤ حكومة محمد الشيع السوداني بخليتها الإعلامية الأمنية على ذكر الطرف اللي أطلق النار على الشرطة الاتحادية وأصاب عنصرين، وهذا اختراق وإهانة واعتداء على سيادة الدولة وعلى القوات الأمنية. شنو النوع الإيجابي من التحسن اللي حضرتك شفته أو لمسته بالنسبة لأداء القوات الأمنية والعسكرية؟ حتى يعني جنابك، حتى هو الموضوع ما يكون سياسي وإساءة لفلان وعلان. لا بدون إساءة، نتكلم بعيد عن إساءة وأسئلة مجردة من كل الانتماءات، من كل الولاءات، من كل الميول. رح أجاوب جنابك. تفضل. أنا جنابك الكريم أقول لك ترى في دول عالم كثيرة متقدمة ومتطورة بالأمن والقوة تجري فيها هاي الحالات. لكن قضية الآن العراق، نعم الاشتباك اللي حدث ذاك اليوم بين قيادة قوات الشرطة الاتحادية وبين جهة أخرى، للأسف الشديد طبعا سيد وزير الداخلية اتخذ إجراءات رادعة ونزلت قيادة قوات الشرطة الاتحادية وقامت بواجبها بهذا الشكل، وهذه خلنا نعتبرها بداية. أستاذ العزيز، تراكمات الاحتلال ومشاكل الاحتلال وتراكمات الاحتلال يحتاج أن نتعاون جميعا، سواء اللي بالداخل أو بالخارج، على بناء دولة المواطن ودولة التسامح. أما أنه إحنا نبقى معمقين بتدخين الجراحات فما أعتقد العراق راح يوقف على رجله، بعيدا عن الأمور الطائفية والسياسية والمحافظة، وهذه الجهة تقول أنا صح وهذه الجهة تقول أنا صح. إحنا اليوم بهذا اللقاء وهذا الحديث إحنا اليوم نطرح مشكلة مجموعة من الضباط مبعدين مهمشين مقصين، نقول بصريح العبارة إلى متى يبقى هذا الوضع؟ طيب. ونطالب بمعالجات واضحة وصريحة وإنصاف هذه الشرائح، ليس فقط وإنما كل ضابط عند عائلة. فما يفترض أنه يبقى ضابط بدون مصدر رزق ولا لأنه هو كان جزء من النظام السابق. راح النظام السابق يا أخي. فإحنا اليوم أنتم بعد 20 سنة تبقى مكلبني بقميص عثمان لو تبقى شماعة معلقة علي وعلى عائلتي؟ هذا مو صحيح أخي. سيد أبو أحمد من بغداد، نعم أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة، طبعا وصلت الفكرة وشكرا لمداخلتك. قد يختلف معك عراقيون كثر بشأن ما طرحت بخصوص تقبلك لفكرة العودة إلى الخدمة في ظل هذه المنظومة الأمنية المخترقة كما قلنا. أنت ربما لديك تبريرك من حيث أنك تسعى لتأمين رزق لنفسك ولعائلتك، وأنك صاحب عائلة مثلك مثل ضباط عراقيين كثر، منهم اللي طلع على التقاعد ويتقاضى جزءا بسيطا لا يكفي للمعيشة، ومنهم من حرم حتى من حق تقاعدي لأسباب كثيرة مثل ما تفضلت بها، الإقصاء والتهميش. هذا الإقصاء والتهميش يا سيد أبو أحمد هذا سيستمر ومستمر منذ 2003، لأن المنظومة الحاكمة في العراق هي نفس المنظومة. وزارة الداخلية تناوب على حكمها قيادات وزعماء ميليشيات، وتحديدا منظمة بدر اللي كان لها دور رئيس في تصفية ضباط عراقيين طيارين بشكل خاص وضباط أصحاب رتب عالية بسبب انتماءاتهم، بسبب ربما كونهم من محافظات معينة، بسبب أنهم يحسبوهم على النظام السابق لأي سبب كان. كانت هناك دوافع قادت إلى تصفية، ولا تزال لغاية هذه اللحظة، وقبل فترة بسيطة تم تصفية الضباط في مدينة كركوك تركمان في العراق على يد الميليشيات. تستمر هذه
العمليات ويستمر هذا الإقصاء ويستمر هذا الاضطهاد لكل ضابط يسعى إلى خدمة بلده. انطاك مثال أبو عمر من بغداد للضابط علي المالكي من محافظة البصرة اللي ألقى القبض على معمم أو شخص إيراني يرتدي العمامة كان بحوزة المخدرات يسعى إلى تهريبها. وأنت تذكر بالطبع ما الذي جرى وحدث لهذا الضابط من عقوبات ونقل وسجن وغيرها من هذه العقوبات التي جاءت لأنه قام بدوره. طبعا حقيقة المؤسسة الأمنية والعسكرية بعد 2003 بتقارير دولية وحتى محلية تؤكد أنها مؤسسات مخترقة فاسدة تدار من قبل شخصيات كثيرة وليست ذات مرجعية واحدة ألا وهو القائد العام للقوات المسلحة. كل ضابط برتبة رفيعة يأتمر بأوامر زعيم حزبي أو زعيم ميليشيا، وبالتالي لا توجد هناك عقيدة عسكرية أو أمنية واضحة، لا يوجد دور حقيقي وفعال لهذه المنظمة أو هذه المؤسسة الأمنية أو العسكرية في حماية المواطن من الميليشيات، من الدقات العشائرية، من المخدرات وتجارها. وهنا السؤال أنه هل ترضون أن تخدموا لأي سبب كان في مؤسسة أمنية أو عسكرية قد تقودك في يوم من الأيام إلى أن ترفع سلاحك بوجه ابن بلدك لقتله لأن طالب بحقه، وأنت تظاهرت في ثورة تشرين كما تقول ورأيت بأمي عينيك ما الذي جرى لثوار تشرين من قتل مباشر بالرصاص الحي عن طريق هذه القوات الأمنية؟ ويانا السيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني بالنسبة لموضوع ملف الداخلية، وإحنا نعرف الداخلية عندها ملفات عديدة وهي سمعتها يعني سمعتها ما شاء الله من زمن الدرايلات في مقر وزارة الداخلية الطابق الخامس من كان جبر صولاق وغيره. فهاي الملفات اللي ضباط واللي يحاسبوهم على عنصرية لأنهم كانوا في النظام السابق، يعني احنا نقول مقابل هذا الشيء الضباط الدمج اللي جابوهم اللي سواء كانوا مفصولين حقيقة وعليهم مجالس تحقيقية في ذاك النظام، حاليا الآن فريق ركون ولواء ركون مثل الخالدي هذا اللي كان مفصول وكيل وزير الداخلية مفصول عليه عدة ملفات فساد، يخرج بالإعلام ويقول أنا راح أستقيل إذا ما حصرت السلاح بيد الدولة وحاسبت الفاسدين في وزارة الداخلية. زين هاي على منو تعبر هاي المواضيع؟ وإحنا نعرف انتهاك حقوق الإنسان في كل محافظات على يد الشرطة والأجهزة الأمنية، عدة انتهاكات لحقوق الإنسان حتى وصلت للقتل والتخويف والتهجير والكل شيء سووه. فموضوع الضباط ذولي يعني تعرف أنت الوزير إذا الوزير تابع إلى حزب أو ميليشيا وهو تابع إلى منظمة بدر قبل كانت مسيطرة عليها وزارة الداخلية منظمة بدر الإرهابية وداعيك النوب هسه جاها حزب الدعوة والمحاصصة أن وزارة الداخلية البدر أو حزب الدعوة ودولة القانون أو الإطار اللي يسموه. شلون تأثر هذه المحاصصة على أداء المؤسسة الأمنية على وزارة الداخلية؟ خلينا نتكلم بشكل خاص في العراق. أستاذ محمد هذا التأثير راح يصير لأن هذا تابع الحزب وحزب عنده أجندات خارجية وداخلية لازم ينفذوها. فأي شخصية تعارض مصالحهم راح يتم إقالتها ومحاسبتها أو حتى يلفقوله في التهمة أو محاربته في سبيل يعزلونه أو يطلعونه على التقاعد. وزير الداخلية أيضا يعني هو جزء من فساد ومتهم بقتل ثورة تشرين وتابع لحزب، فشون راح يعمل أن يعمل للعراق بصورة عامة؟ بالتأكيد راح يعمل الحزب والميليشيا اللي تابع له والوكلاء الموجودين تحت وكلاء الوزارة أيضا تابعين إلى أحزاب وعندهم أجندات. وكل هاي العداءات الموجودة الداخلية مثل اللي حكى أبو أحمد أو غيره يمكن بالآلاف الضباط اللي تم إقالتهم وفصلهم إذا ما سووا لهم مجالس تحقيقية وتم معاقبتهم في سبيل أنهم كانوا في النظام السابق أو عداوات حزبية أو عداوات ميليشياوية ضارب مثل الضابط هذا اللي تكلمت عليه قبل شوية بالبصرة تم معاقبته. فهذا الوزارة ما جاي تعمل وفق القانون، جاي تعمل وفق الأحزاب وقانون الأحزاب الموجود في سبيل ينفون الوزارة من كل الناس المعارضين لهم ويبقون هم نفسهم الميليشيات مهيمنة على الوزارة. فإحنا شلون يريد يحاسبون ويحقون سيد صباح من بغداد، هل تعتقد بأن هناك دور مؤثر إيجابي من قبل المؤسستين الأمنية والعسكرية بالعراق صوب حماية البلد وخدمة المواطن؟ بالتأكيد ما في دور إيجابي،
يعني احنا نعرف ان وزاره الدفاع والداخليه مخترقات من قبل الاحزاب، فشو راح يعملون ذولا بصدق وامانه؟ والدليل على الانتهاكات اللي موجوده مثل شهوه البعيته وغيرها، والاحتكاكات اللي جاي يصير مع ميليشيا الحشد. فجاي يصير احتكاكات ان ماكو قانون وعلى سلطه هم علما للاحزاب والميليشيات، اما وزاره الدفاع والداخليه المفروض تكون عندهم سياده وكرامه واصحاب قانون ورجال دوله، ما عندهم اي دور. ماكو اي دور، يعني تيجي هاي السيطرات الموجوده والقواطع اللي موزعه، هيمنه الميليشيات اقوى من هيمنه الجيش نفسه، فهذولي ما عندهم اي ايجابيات واحد يذكر لهم. احنا باستثناء الناس اللي منتسبين رايحين على الراتب في سبيل العيش بكرامه، هذا واحد، لكن الناس اللي عندهم مشروع في وزاره الداخليه والدفاع مثل قاده الفرق وقاده الالويه وغيرها، ذول كلهم ناس تابعين. وهذا المشروع اللي تفضلت به يسير على الجميع بما فيهم اللي رايح مجرد على مجرد الراتب ويريد يسترزق، هذا ايضا خاضع للتعليمات وخاضع للاوامر اللي تصدر من قيادات ذات ولاءات لخارج العراق او لاحزاب معينه، بحيث إذا أمر بقتل مواطن عراقي أو اعتقال مواطن بريء أو تعذيب مواطن داخل المعتقلات ومراكز التوقيف، هذه تأتي بأوامر وبالتالي لا يستطيع مخالفتها وإلا سيعاقب. إذن هو سيكون شريك بشكل أو بآخر بما يحدث حتى وإن كان شخصا مسيرا وليس مخيرا. بالتاكيد هم ليش هسه الوزارتين ليش يعني ما نجحوا بأداء عملهم هالعشرين سنه، وهي الطرقات الأمنية الموجودة من مفخخات وخطف وسلاح منفلت وصراع عشائري والمخدرات وغيرها وآلاف الملفات الفساد يتحملها وزير الداخلية ووزير الدفاع، سيد ما نجحهم ليش؟ لأن الناس فاشلين، مو أهل مناصب يقودون هيك وزارة. أشكرك شكرا جزيلا سيد صباح من بغداد. من 2003 لغاية هذه اللحظة كل رئيس حكومة جاء إلى حكم العراق وعد بحصر السلاح بيد الدولة وقال بأن هذا السلاح لن يبقى منتشرا في الشوارع وبالتالي سيعم الأمن والاستقرار، ومن هذه الوعود حتى محمد الشياع السوداني الذي وعد بحصر السلاح بيد الدولة خلال عام واحد مضت 7 أشهر على توليه المنصب ولغاية الآن لم يقدم أي خطوة جادة صوب حصر السلاح بيد الدولة وإنقاذ العراق من العشائر التي تحمل السلاح والميليشيات وفرق الموت التي ترهب العالم. دعونا نشاهد هذا التقرير الإنفوغرافيك الذي يبين بعض الحقائق بشأن حصر السلاح بيد الدولة. تابعنا مشاهدينا الكرام إذن بعض الحقائق المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة وهذه الفوضى الأمنية وهذا هذا الإرهاب المنتشر بشكل يومي في الحياة اليومية العراقية، موجودة على شكل ميليشيات وعلى شكل عشائر تحمل السلاح وعلى شكل فرق موت وعلى شكل قوات أمنية حكومية تتجاوز على القانون باستغلالها للسلطة التي تملكها. وتابعنا النماذج اللي عرضناها قبل بضعة أيام بشأن خروقات أمنية حدثت في مناطق في بغداد، استغلت القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية هذه الرتبة وهذا المنصب وهذا القانون الضعيف والغائب، وقامت بالتجاوز على أملاك الناس وعلى عوائل عراقية داخل بيوتهم، وقامت بسرقة
أموالهم وممتلكاتهم والاعتداء عليهم بالضرب. عرضنا هذه المقاطع في برنامج صوتكم قبل بضعة أيام. مشاهدينا الكرام، بتقارير حكومية بتقارير دولية وبتقارير محلية كذلك، هناك خروقات أمنية كبيرة داخل وزارة الداخلية وداخل كذلك وزارة الدفاع، تحدث من قبل منتسبين وضباط، عمليات تجاوزية أو تجاوزات كبيرة على القانون عن طريق استغلال السلطة واستغلال السلاح وغياب القانون وضعفه كذلك، وبسبب الدعم الذي يأتي إلى هذه القوات والقيادات من الأحزاب ومن زعماء الميليشيات والضوء الأخضر الذين حصلوا عليه بممارسة شتى أنواع الانتهاكات، لأنهم يعلمون جيدا بأن القانون غائب وضعيف أمام هذه الأحزاب. والسؤال هنا، من يرضى على نفسه أن يشارك ويكون طرفا في الإخلال بالقانون وفي إرهاب العراقيين بحياتهم اليومية؟ استمعنا إلى حديث السيد أبو أحمد من بغداد، ربما لديه عذر بمساعيه للحصول على حق، على باب أو مدخل يأتيه بالمال من أجل أن يستر هذه العائلة ومن أجل أن يصرف عليها، مثل كثير من الضباط العراقيين. لكن هل هناك مبرر من أجل السعي للمشاركة في هذه المنظومة الأمنية أو العسكرية المخترقة والتي تعاني من الفساد والتي تعاني من المحاباة ومن الواسطات ومن التأثيرات الحزبية في سبيل الحصول على راتب بسيط، وأنا أشارك في الوقت نفسه بقتل عراقي أو بخطف عراقي أو بتعذيب عراقي داخل السجون أو المعتقلات أو بإثارة الرعب والإرهاب بين أبناء الشعب العراقي؟ حقيقة لا يوجد مبرر منطقي لكل من يريد أن يشارك في هذه المهزلة التي تسمى العملية السياسية بكافة أشكالها وكافة صنوفها وكافة تفرعاتها المعنية بالوزارات الأمنية أو غيرها. إلى هنا طبعا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.